بعد نهاية الأجهزة الدولية، عودة لمسابقة الدوري الممتاز وعودة للمارد الأحمر في ظروف صعبة للغاية. خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا في المباراة النهائية وأحداث متسارعة نتج عنها رحيل المدير الفني بيتسو موسيماني بعد مشوار حافل مع الأهلي، وتعيين سامي أمصان كمدير فني مؤقت وضم عناصر جديدة للجهاز الفني. كل هذه الأحداث تأتي قبل أيام قليلة من مباراة القمة المرتقبة يوم الأحد المقبل، لكن الأهلي مطالب باجتياز اختبارين. نجح في الأول بالفعل بعد كأس مصر والفوز على المصري بالسلوم، والاختبار الثاني اليوم في مباراة مهمة ضمن مؤجلات الدوري. غيابات عديدة بالصفوف الأحمر أمام الفريق المكافح من أجل بصيص أمل في الحفاظ على حظوظه في البقاء بدور الأضواء. سامي أمصان وعلى عبد العال وجه لوجه في مباراة الأهلي وإيسترن كامباني، فأهلا بكم. تقام هذه المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة على استاد الأهلي والسلام، وهي مباراة مؤجلة من الأسبوع 14 من الدوري المصري الممتاز تحت قيادة تحكيمية للحكم إبراهيم نور الدين. موقف الفريقين حتى الآن في جدول الترتيب العام: الأهلي في المركز الثالث وجمع 37 نقطة من 16 مباراة، أما إيسترن كامباني في المركز الأخير وجمع 13 نقطة من 20 مباراة. جدول الترتيب العام قبل انطلاق هذه المباراة: الزمالك في المركز الأول برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بيراميدز في المركز الثاني وجمع 43 من 21 مباراة، الأهلي في المركز الثالث من 16 مباراة وجمع 37 نقطة، فيوتشر في المركز الرابع ب 36، سموحة في المركز الخامس ب 35 نقطة، طلع الجيش في المركز السادس ب 32 نقطة، البنك الأهلي في المركز السابع ب 30 نقطة، فاركو في المركز الثامن ب 29، إنبي في المركز التاسع ب 26 نقطة، سيراميك كليوباترا وغازي المحلة لكل منهما 25 نقطة في المركز العاشر والمركز الحادي عشر على الترتيب، الاتحاد في المركز الثاني عشر ب 22 نقطة، الجونة في المركز الثالث عشر ب 21 نقطة، المصري في المركز الرابع عشر ب 20 نقطة، المقاول عرف في المركز الخامس عشر ب 18 نقطة، ومتساوم الإسماعيلي في المركز السادس عشر، مصر المقصة في المركز 17 ب 14 نقطة، ويقبع أخيرا إيسترن كامباني في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.